السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا جماعة أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. والخبر اللي معنا النهاردة هنتعرف من خلاله على هل المنحة الاستثنائية اللي قيمتها 100 و200 و300 جنيه واللي نزلت على بون صرف الخبز واللي تحدد قيمتها حسب الأسر الموجودة بالبطاقة التموينية واللي بدأ صرف هذه المنحة من شهر 9 اللي فات 2022 لحد الشهر اللي احنا في يونيو 2023، هل المنحة دي هتتجدد تاني ولا آخر شهر ليها الشهر اللي احنا فيه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو اللي معانا، فيلا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر. فتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدفعة الأخيرة والعاشرة من الدعم الاستثنائي من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، و يستمر ذلك حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين. وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى. معنى الكلام ده يا جماعة إن المنحة الاستثنائية اللي قيمتها زي ما احنا قلنا 100 و200 و300 جنيه واللي كانت بتنزل على بون صرف الخبز لبعض المواطنين واللي كانوا بيستفيدوا منها في صرف السلع اللي حددها التموين لهم، كانوا بيصرفوها مع تموين الشهر، دي آخر شهر لصرفها اللي هو شهر يونيو شهر 6 2023، ومش هتتجدد تاني. فأنا بطالب وزارة التموين إن هي تجدد المنحة مرة تانية، وخصوصا بعد الزيادة الرهيبة في أسعار السلع بالأسواق، وتعمل حصر دقيق للأسر المستحقة والأولى بالرعاية واللي ما نزلت لهاش المنحة في المرة الأولى، لأن في أسر كتير ما نزلت لهاش المنحة. في النهاية يا جماعة أرجو إن أنتم تكونوا استفدتم من الفيديو اللي معايا. استنوني على قناتي اعرف وتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.